الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. محدثكم خالد السعيد، مناقشة المواضيع والقضايا، وبإمكانكم دائما مشاركة آرائكم في خانة التعليقات، ولا تنسون تقيمون المقطع بالضغط على زر الإعجاب أو اللايك، ولا اللي حاب يدعم القناة يقدر يشترك فيها، وحبذا تابعوني على باقي منصات التواصل الاجتماعي وبتحصلونها موجودة في خانة الوصف. فإحنا ندخل نشعب في العديد من المواضيع، ومن ضمن هالمواضيع اللي تخص المجال الرياضي. ولا شك زي ما تعرفون المهتمين بالرياضة كثير، وخاصة في رياضة كرة القدم، فمنصة اليوتيوب مليئة بالقنوات اللي مهتمة فيها وتجيب آخر أخبار المباريات واللاعبين وحتى ما يخص أي دوري من دوريات رياضة كرة القدم. ولا شك أحدهم قناة جوكر، واللي تعتبر من أنشط وأفضل القنوات المهتمة بالدوري السعودي في منصة اليوتيوب من عام 2016. فقناة جوكر من القنوات اللي تنزل مقاطع بشكل يومي وتهتم بآخر المستجدات اللي تصير في ساحة الدوري السعودي، ونزل مقطع بعنوان كرة القدم هي الحياة، لماذا يا كورونا؟ وكان فيها يتكلم عن الحياة الخاصة والحياة العامة، وأن لا شك أننا نقدم الأولويات الأهم ثم الأهم، وبالذات حينما تكلم جوكر عن الحياة العامة وخطر فيروس كورونا الجديد، فوضح أن الأحداث الأخيرة اللي تسببت في إلغاء المباريات والتجمعات أثر في جوكر واهتمامه بمتابعة آخر المستجدات في الساحة. فكان جوكر يتكلم عن عمله المكثف في العديد من القنوات وغيره من الأشغال، وكيف أنه كان مضغوط ويتمنى فترة يأخذ فيها راحة، ومن جت الراحة الإجبارية بسبب وجود فيروس كورونا الجديد. وضح جوكر أن هالراحة كانت سلبية بالنسبة له، وأنه ما كان سعيد بالإجازة اللي هو ماخذها، وكان يقول أنه تعود على جداول المباريات في الدوري، وكان منظم وقته حتى يطلع على الأخبار وآخر المستجدات. أيضا وضح جوكر أنه في فترة النقاهة قد يتجمع مع الآخرين أو حتى يذهب إلى الأماكن العامة، إلا أن خوفا من انتشار فيروس كورونا تم إيقاف التجمعات. وكان يقول ويختم جوكر في مقطعه كرة القدم هي الحياة أنه الآن فعلا شعر بهذا الشغف واهتمامه بكرة القدم، وكان يبي رأي المتابعين وكيف وضعهم الآن، وخصوصا مع إلغاء بعض المباريات ووضع الساحة الرياضية اللي أصبحت شبه راكدة. والحقيقة في الموضوع لا بد أننا نفهم، وكما وضحنا في السابق، أن فيروس كورونا عبارة عن حرب بيولوجية بين الدول، لكن ولله الحمد أنه ما هو بشيء يخاف الواحد منه، خصوصا إذا فهم هذا الفيروس وكيف انتشاره، واللي بيجعل الشخص أنه يأخذ الحيطة والحذر ويبعد عن أي مسبب يزيد في حالة تعرضه لأي ضرر، نسأل الله أن يكفينا الشر. لكن إذا رجعنا وشفنا الساحة الرياضية، فلا شك أنه شيء إيجابي أنهم بدأوا يحسون بهذا الشغف، لأن مع الأسف الشديد غالبية الأشخاص اللي مهتمين بالرياضة وخصوصا متابعي كرة القدم، فهم نقدر نقسمهم إلى ثلاث أقسام. فالمستوى الأول وهو المبتدئ، وهو الشخص اللي يتابع مباريات من بعيد وقد ما يحرص إلا على معرفة النتائج ومن فاز ومن خسر. أما عن المستوى اللي بعده للمهتم بكرة القدم، وهو الشخص اللي يتابع الدوري والمتغيرات في النوادي، وخصوصا انتقال اللاعبين والنتائج والنقاط، وقد يكتفون فقط بنقل الأخبار أو الاستماع لها من غير الحرص على دعم النادي بالطريقة الصحيحة. والمستوى الثالث هو الشخص اللي يحرص على دعم النادي بالحضور وحتى فهم آخر المستجدات اللي تخص النادي اللي هو يشجعه، وهالأشخاص يسمونهم الألترز، وهذولا على أنهم هم أكثر الأشخاص اللي يدعمون النادي، إلا أنهم الأقلية مع الأسف الشديد. فالألترز وهم المشجعين اللي يشجعون الفرق الرياضية في كرة القدم بانتمائهم وولائهم الشديد لها، ما يشجعون النادي عن عبث، بل أحيانا يكون تشجيعهم للنادي له جانب شعبوي أو حتى سياسي، وهو اللي يخليهم مستمرين في تشجيع النادي مهما تراجعت قوته أو حتى استمر في الجلوس على وضعه. لو عاد ليت أنكم تسألون أغلب الناس اللي يشجعون أي نادي من نوادي كرة القدم واسألوهم ليش أنتم تشجعون ذا النادي، فالغالبية الساحقة من الناس اللي تشجع أي نادي من نوادي كرة القدم ما عندهم رد منطقي يجعلك فعلا تقتنع أن تشجيع النادي اللي هم يشجعونه يستاهل. وإذا جابلك حجة يعني على أساس بيحسم الموضوع، قال لك والله أنا أشجعهم علشانهم يحققون بطولات، يعني زي نظام الشخص اللي يشجع فريق ولا ملاكم ولا بطل علشانه بس يفوز، وهذا قد يدل على أن الشخص عنده خوف من الخسارة وحكم الناس عليه، وهذا اللي يخلي أيضا العديد من الناس اللي يتابعون كرة القدم إذا خسر فريقهم ما عاد يداومون ولا ما عاد يقابلون زملائهم ويعزلون أنفسهم علشان ما حد يعايرهم بالخسارة. لكن إذا جينا عند أعلى مستوى من مستويات مشجعي كرة القدم اللي هم الألترز، فذولا ما يبالون أبدا زي ما قلنا إذا خسر فريقهم أو إذا فاز، فهم بيستمرون في تشجيعهم لناديهم، غير أن قناعتهم بتشجيع النادي قد تكون منطقية إلى حد ما، وهذا اللي يخليهم شديدي الانتماء لناديهم مهما تغيرت أوضاعها أو أصبحت أوضاعها مستقرة. وهالفئة اللي هم الألترز لا شك أن دوريات كرة القدم ما تبيهم، لأن عندهم تعصب كروي وما يرضون بعدم الإنصاف في المنافسة. فللي ما يدري كرة
القدم الآن وخصوصا دوري المحترفين ما فيه منافسة من أعلى الدرجات، بل هو دوري يهدف إلى أنه يكون ربحي بهدف تحقيق الأكثر المكاسب المادية في توقيع العقود والصفقات التجارية، وهذا اللي يخلي الدعايات تكثر في مباريات كرة القدم وحتى برامجها التحليلية. فمسألة الفوز والخسارة صعب أنها تنحسم بشكل تنافسي بسبب الجانب الربحي. فأنتم فكروا فيها، إذا صار فيه نادي دائما يفوز فطبيعي أن النوادي الأخرى بيقل جماهيرها وتشجيع الناس لها، وبيصيرون الناس ما يشجعون إلا الفريق القوي، أو قولوا الغالبية الساحقة من الناس ما عاد تشجع إلا كم نادي، وخصوصا عندنا في المملكة العربية السعودية فالغالبية الساحقة ما يشجعون إلا 4 نوادي والباقين ما حد يدري عنهم. فوجود الرياضة الترفيهية وهي اللي تعتمد عليها دوريات كرة القدم تجبر النوادي أنهم يتقبلون الخسارة ويغيرون خطط النادي، حتى أنهم يفوزون نادي في موسم ويخسرونه في موسم ثاني بحيث أنهم يوازنون الجماهير. وهذا اللي يجعلنا نتوقع أن كرة القدم قد ما تستمر، بالذات أن العديد من الناس اللي يشجعون النوادي ما يدرون ليش هم مستمرين في تشجيع ذا النادي، بالإضافة إلى أن النادي خاضع للدوري اللي بيقعد يخسره مرة وبيفوزه مرة علشان يحصل على أرباح ويزيد الجماهير الباقي النوادي اللي مشاركة بالدوري. لكن إذا رجعنا لصاحب قناة جوكر، فالرأي والوضع السليم لأي شخص مهتم بأي دوري كرة قدم عليه أنه يركز بتشجيع فريق الناشئين من النادي اللي هو يقدره، وهذا اللي قد يحقق إلى أن الدوري قد يتحسن مع الوقت ويصبح فريق الناشئين في طريقه إلى أنه يدخل لدوري المحترفين بجمهور أكبر وأقوى، بدال ما أن الناس الآن قاعدين فقط على دوري المحترفين وما يعرفون ولا حتى يهتمون بأداء اللاعبين في النادي. وهذا اللي يخلي حتى النادي نفسه يقوم ويتوجه للاعبين الأجانب أو اللاعبين من خارج الوطن ويوقعون معهم عقود ويجيبونهم بحيث أنهم يلعبون في النادي. لكن لو صاروا الناس تركيزهم واهتمامهم بفريق الناشئين اللي موجودين في النوادي اللي هم يشجعونها، بيكونون هاللاعبين الناشئين عندهم سمعة جيدة وثقتهم بنفسهم عالية، غير أنهم حريصين على تطوير الأداء أكثر، وهذا اللي بيزيد ويرفع من قوة النادي، وبعدها لا شك أنه بيكون الارتقاء بالدوري نفسه. لكن بعضكم يمكن يسأل يقول وش اللي يخلي الدوري حق الناشئين ما يقوم يتلاعب بالنتائج مثل ما يصير في دوري المحترفين؟ والرد على ذلك سهل، وهو أن دوري المحترفين عادة ما يركزون عليه كبار الشخصيات، ويكون التلاعب غالبا أما مع المدربين الأجانب أو حتى اللاعبين الأجانب، غير أننا لا ننسى أن غالبية اللاعبين أو حتى المدربين الأجانب ما عندهم ذاك الانتماء للنادي اللي هم يلعبون فيه أو حتى يدربونه، مثل ما قد يصير مع اللاعبين أو المدربين الناشئين بالنادي، لأن اللاعب الناشئ أو حتى المدرب الناشئ في النادي أساسا ما ركز أنه يلتحق بهالنادي ويتدرب أو يدرب فيه إلا بهدف انتماء. أما لا شفنا غالبية المدربين واللاعبين اللي جايين في دوري المحترفين فهم عادة يركزون على القيمة المادية اللي تبي تدفع لهم، فإذا كان فيه نادي بيدفع لهم أكثر فلا شك أنهم بيتركون النادي اللي كانوا يلعبون فيه ويتوجهون للنادي اللي بيدفع لهم أكثر. ولاحظوا حتى عندنا في المملكة العربية السعودية أو ممكن في بعض البلدان الأخرى، فدائما مشجعين النوادي يلومون اللاعبين والمدربين، وهذا أكثر ما يلومونهم لأنهم ما يلومون أحد غيرهم، وكأنهم هم المسؤولين بخسارة أو فوز النادي، ما كأن الدوري حق المحترفين له دور في تخسيرهم وحتى تفويزهم. أيضا لا تنسون أن الدوري أو بعض الشخصيات الكبرى قد تحاول ترشي بعض اللاعبين أو حتى بعض المدربين أو أيضا الحكام، اللي قد يصعب كشف هالرشوة أو التلاعب إلا بعد فترة، وهذا اللي بيكون أيضا أصعب إذا جينا عند اللاعبين الناشئين، اللي لو واحد جاب يرشيهم أو يقول لهم شيء فلا شك أن اللاعب الناشئ بيروح يفضح بهم، وإذا ما فضح بهم وهو صغير فهو بيفضح بهم إذا كبر. وهذا اللي خلينا نقول أن المنافسة أقوى في الدوري حق الناشئين، ويعتبر أهم خصوصا لو ركزنا على رياضات أخرى جماعية مثل رياضة كرة السلة أو رياضة البيسبول، واللي تعتبر إحدى الرياضات اللي تأسست بعد كرة القدم بقرون، لكن حصلت على شعبية قوية بسبب تركيز الناس على دوري الناشئين. ولا شك الآن أصبحت منصات التواصل الاجتماعي سهلة بيدين الجميع، فبإمكاننا أننا نطلع على أخبار دوري الناشئين وحتى البراعم، وسبق وقد جبنا أخبارها في القناة. ولا شك أننا نتمنى أن صاحب قناة جوكر وغيره من القنوات المهتمة بالدوري السعودي لرياضة كرة القدم أنهم يركزون على اللاعبين الناشئين أكثر من تركيزهم على دوري المحترفين، خاصة إذا لهم نية في أنهم يحسنون سمعة النادي اللي هم يشجعونه ويرفعون مستوى المنافسة في رياضة كرة القدم في المملكة العربية السعودية. لكن شاركوني آراءكم في خانة التعليقات، ولا تنسون تقيمون المقطع بالضغط على زر الإعجاب، وللي حاب يدعم القناة يقدر يشترك فيها، وحبذا تابعوني على باقي منصات التواصل الاجتماعي حتى نتمكن في رفع وعي الفرد والمجتمع على كافة المجالات.